ولأنه لا عيد بلا حلويات ولا ملابس جديدة، يضطر الجزائريون للنزول إلى الأسواق لاقتناء مستلزمات هذه المناسبة الدينية، لكن عادة ما تشكل الأسعار جدل عند المواطنين الذين تباينت آراؤهم حول تناسب هذه الأخيرة وقدرتهم الشرائية. دوك نوجدوا على بالك الحلوى، اللوز غالي، لي برودوي هذو كاع غاليين اختي، بزاف الزوالي ما لحقش، وزيد الحوايج تانت راهي شاعله فيهم النار، لي بوفخ واش يديروا؟ ما يقدروش نورمالمون شويه، هذا شهر الرحمه. نورمال، هاد العام لو مارشي لي ستاب، هاد العام فريمون برافو، الناس اللي وقفوا ولا الناس اللي سهروا باش ما تكونش هاد كيما لي زاني باسي. غاليه مش كيما اللي في الارض، في الارض سيباغ على تاع الحانوت، تاع حانوت غالي ما تقدرش تشري، ميم لو كان يكون عندك شهريه خفيفه شويه ما تقدريش. ريزونابل، كاين موان شير بيان سور، وكاين شويه غاليين، مي سادي الناس تشري، سادي كي يشوفوا السلعه تكون شابه، الاخر لو بخي سادي السعر ما عندهمش، مهم كي تكون سلعه مليحه. خاطر عندنا سعر ثابت، ما نتلعبوش بالسعر، احنا عندنا واش يسموه برسنتاج يعني نسبيا، نديروا هاك النسبه تاعنا وهذا كل حال. هذا وبالرغم من تنوع الأسعار واختلاف وجهات النظر حولها، تبقى لآخر أيام رمضان نكهة خاصة داخل الأسر الجزائرية تعبيرا عن الفرحة بقدوم العيد.